بالعادة الاختيارات المتاحة إما السعي وإما التخاذل، لكننا اليوم نقف أمام نساء وضعن أمام خيار وحيد هو السعي، لأن التخاذل ليس في قاموسهن. وهذه الأيادي الكادحة قررت أن تحيك لقمة العيش بدلاً من بسطها كفوف الحاجة. الحكاية بدأت في لبنان منذ يناير الماضي، حيث أطلق مشروع استوديو السما كاستجابة اجتماعية لأحوال اللاجئين في مخيم برج البراجنة، ليجمع عشرات النساء يحكن الحكاية من جديد ولكن بخيط وإبرة. السيدات اللي هون هن سيدات سوريات وسيدات فلسطينيات، ما بعرف يمكن شفتوا انه هن عم يتشاركوا كل شيء، الافراح، الاحزان، الالم، يعني بكل خيط هن عم بيحطوا قصه، بكل قطعه عم ينتجوها عم بيحطوا حكايه. ايجاد فرصه عمل ليس بالامر اليسير، خاصه على السوريات والفلسطينيات اللاجئات، لكن هديه السماء والاستوديو حين جاءت اليهن أسرعن إليها سعياً لصقل موهبتهن الفنية وتسويق إبداعاتهن، ما ساعد النساء وبيوتهن على تخطي بعض صعوبات الحياة. يعني مو من السهل المرأة بشكل عام السورية أو اللاجئة تلاقي شغل لعدة أسباب. السبب الأول إنه هي لاجئة، يعني لحالها بتكفي إنه هي ما تلاقي شغل، بس بهدول الورشات اللي عم تنعمل عم تعطي فرص كبيرة للنساء انه هن يكونوا فعالين بالمجتمع، هن يثبتوا حالهم او يلاقوا شوية دخل زيادة على بيتهم ليسكر شوي من احتياجاتهم. لبنان الذي يستضيف بالنسبة الى عدد سكانه اكبر تجمع للاجئين في العالم بوجود 12 مخيما، ما زال يحاول المساعدة رغم ما يعانيه من صعاب وأزمات. وأما النساء المناضلات فإنهن يسعين بجد ويحاولن رسم المستقبل بإبر الحياكة والألوان المشرقة وحكايات التحدي والكفاح.